اهلا بكم من جديد متابعي الصباحات السودانيه في كل مكان. في اطار دعمنا للشباب بشكل كبير جدا نحاول نتعرف على اهدافهم وعلى افكارهم وعلى شنو ممكن يقدموه من خلال فقره افكار الايجار من داخل الاستوديو، نتعرف على ابرز الاشياء اللي ممكن تكون مفيده جدا للشباب بشكل كبير جدا. ونرحب بالمخترع السوداني مساعد عبد الكريم. مرحبا بك، صباح النور. مرحبا بكم، كيفكم؟ تمام؟ صباح السعادة عليك. صباح الخير. صباح السعادة عليكم عمار تسنيم. اهلا بك. انا سعيد سعيد معني يكون معاكم الليله في صباحات سودانية. لا سعادة. ان شاء الله اكون خفيفة. عايزينك تعرفنا عليك والجريت، شنو علاقة الجرا اللي انت جريتها بالحاجة اللي انت اخترعتها وكده؟ طبعا انا درست ادارة اعمال جامعة الجزيرة الدفعة 37. نعم. لكن المواهب دي من صغير وانا بخترع من عمري 7 سنة. طبعا من عمرك 7 سنين؟ أيوة. عندك علاقة بالاختراعات. أيوة. في 2012 كان عملت طيارة هليكوبتر. طيارة هليكوبتر؟ أيوة. كده طيارة هليكوبتر صغيرة. مجسم صغير كده؟ مجسم. أيوة. واشتغلت مشيت بها وزارة الإعلام قالوا لي تمشي سجيلها. مشيت سجيلها ثاني ما اشتغل لي بالموضوع، لكن لما اخترعت الجهاز كان جيت هنا الخرطوم مشيت الملكية الفكرية سجلت براءة اختراع. يا سلام. والحمد لله. حلو. شنو طيب حاجة تاني اقترحتها غير اللي احنا هنشوفه بعد شوية ده؟ والله اقترحت شاحن ذكي. حلو. وعندي اختراعات كثيرة، وهسي حاليا بصمم في صاروخ صغير. صاروخ؟ ايوه. يا ساتر. ظلم ده شديد. انا عايزاه هدية الصاروخ ده بعدين. تمام. تمام. طيب عايزين نتعرف على الجهاز اللي هو بنت ماء الورد بشكل طبيعي جدا. عرفنا على الجهاز، هو موجود معنا داخل الاستوديو. وشنو فكرتك في تصميم الجهاز؟ والله الجهاز فكرته بسيطة. طبعا من خلال اطلاع على النت عرفت انه ماء الورد بيستخلصوه من بخار الموية. نعم. بخش النت كثير بشوف في دول الخليج انه بيستخلصوه بطريقة طبيعية، عاملين له بيوت كبيرة. انا قمت قلت لا، ما اطور الفكرة دي، قمت اخترعت الجهاز. كان اصلا ما عدى معي يومين قمت صممته، ناس البيت يتقبل الفكرة وبعدين قالوا لي تقدم في مشروعي، وقدمت. كان وصلت الـ50. ثاني اللجنة كانت قوية معي. طب كده اشرح لنا تفاصيل شنو كيف مراحل العمل بتتم فيه. تفضل. طبعا هو اصلا مكون لنا من الومنيوم عادي، وده فايبر، ده برضو الومنيوم، ده الجهاز الينا بتاعه الكبير بيخد عليه بتلات الورد. بالإضافة نكب له مويه. ايوه. هنا من هنا بنشغل من على المفتاح، درجات حراره وكذا. أيوة. بتزيد سخن مغناطيسي. نعم. يفصل براءه اوتوماتيك اول ما يوصل معين. ايوه الدرجه العاليه. طيب اوكي. نخد بثلاث الورد هنا بيقوم بتمشي في شكل بخار بتتجمع عليه في القزازه دي. يا سلام. بيجيني الماده الخام بتاعت الورد. ماء الورد. طيب احنا قبل بنخش على الهواء انت صبيت عليه ماء. ايوه. ومعاه بثلاث الورد. صح. طيب هو الان بدا يشتغل؟ ايوه حاليا شغال بدا يسخن. اها. بياخذ كم من الزمن؟ والله ربع ساعه مما يسخن، لكن ممكن يشتغل 24 ساعه على طول وانت تغذيه. 24 ساعه. 24 ساعه. طيب التصميم الهندسي بتاعه شنو؟ يعني من الداخل انت عرفتنا على المجسم، لكن عاوزين نتعرف يعني. والله التصميم من الداخل فيه دائره كهربائيه صغيره. اها. يعني اي زول ممكن يوصلها عادي، ما صعبه. طيب. والسعه الانتاجيه بتاعته كم؟ والله لما انا اغزل هنا كله لترين بتاعت مويه معاهم 4 ورود مملوليه القزازه دي. حلو. ما مكلف كمان. صحيح. بدوني الخام بتاع مال الورد. المويه اللي بتجيني هنا دي عمرها 40 يوم، ثاني انا لو داير احافظ عليها بحاول اضيف لها مواد حافظه حتى تقعد اكثر من 40 يوم، لكن اللي بتجيني طبيعيه 100%. يا سلام. طب خلينا نسال المشروع ده والاختراع ده عشان يكمل لحد النهايه. تفضل. كلفك كم؟ والله المشروع شايفينه قدامكم ده كله كده كلفني 300 جنيه. ما كلفني قروش كثير. يا سلام. يا سلام. وممكن يطبق في شكل مصنع كبير، وهسي عندي برضه الخطه بتاعته عملتها كان في شكل مصنع، رسمته جاهز. لكن عاوز زول يتبناني. ان شاء الله. طب حاولت انك انت تشيل المشروع بتاعك ده وتمشي على شركات على اساس انه تسوق لشكل الاختراع بتاعك وتشوف انه ممكن؟ والله ما مشيت، لكن حاولت اسوق في النت. سبقت وين؟ ايوه في جروبات عربيه، جروبات برضو انجليزيه. طيب التفاعل اللي لقيته شنو؟ أيوة. كان بيقولوا لك شنو يعني الناس اللي تفاعلت معك؟ والله لقيت قبول، لقيت ناس رفضوا الفكره، وطبعا المحبطين في اي مجتمع فيه، لكن برضو بتلقى ناس بيحفزوك لانه تعمل كده
ودي ما تعمل كده وبتلقى ناس يدوك آراء إيجابية وناس سلبية. طيب الجبلوك جبلوك ليه ورفضوك رفضوك ليه؟ الجبلوني كان لأنه عارفين الحاجات دي إنها بتتطور لقدام وبتنفع البلد لبعدين، لكن الناس اللي انتقدوني طبعا ما كانوا عندهم علم بالحاجات دي، هي ذات جاي من وين واصله شنو. طيب مسعد، شاركت في مهرجانات او خلينا نقول مسابقات ممكن تكون داخل السودان او خارج السودان بحيث انك انت تعرض المنتج بتاعك ويلقى قبول الايجابي اللي انت عايزه؟ والله كان شاركت، ايوه في 2012 كان شاركت برضه في كان عندنا احتفال في برنامج في ولايه الجزيره. حلو. ايوه شاركت فيه. ياهو تاني شاركت في مشروعي وقدمت حاليا مقدم لنجوم العلوم في قطر، ان شاء الله يشيلوني. موفق ان شاء الله. ان شاء الله لك التوفيق. طيب قدمت كيف لنجوم العلوم في قطر؟ كذا حدثنا عن الفكره بتاعت مشاركتك، وهل حتمشي بذات الاختراع ولا حتطور فيه بعض الاشياء؟ والله قدمت من خلال النت وبرضه رسلت لهم صورهم، كانوا طلبوا مني صور رسلت عليهم. طيب ايوه حمشي بالاختراع ده ذاته، عندي اختراعات كثيره برضه حاشيلها معي، هتكون جزء برضه لو الاختراع ده ما فاز هاخش بسهم ثاني في جزء ثاني. طيب انت يعني من قبل بتذكر انه انت مطلع جدا على الانترنت او حتى على كل خلينا نقول ممكن تكون اللي هي راحت لي انه البلدان المتقدمه عاده بيكون فيها يعني متسارعه، كل شويه بتحصل حاجه جديده، يعني ما في زول واقف او تطور، ما في زول واقف في حته معينه، فانت قادر تواكب التطور ده وتقدر تصنع اختراعات ثانيه مختلفه. والله ان شاء الله ايوه حاليا مواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي برضه. اخترعت حاليا اخترعت شاحن ذكي بيعمل في ممكن يصنع ويتباع ويتربط في الحيطه ويشحن سابق. طيب مساعد انا مش معك لحته ثانيه، يعني انت ذكرت انك اخترعت استخلاص ماء الورد، شاحن ذكي، برضو ذكرت لي قبل طائره هليكوبتر، اشياء مختلفه جدا. المخترع طبعا هو شخصيه عبقريه جدا بيحاول انه يصمم شيء معين عشان يفيد به الناس، شنو الاشياء انت شايف والله ممكن لقدام انت ممكن تخترعها وتفيد بها المجتمع؟ والله انا لو لقيت الامكانيات ممكن اخترع اي حاجه. يعني هسي لو كنت قاعد في اي محل عينت لي حاجه ممكن اقول لك ده انا بعمل لك منها حاجه كده. سلام. نعم. عايز البيئه ممكن تكون مناسبه. أيوة. بتقدر تخليك انك انت تواصل في ابداعك وتمد لك كامل كل الحالات المختلفه. اكيد طبعا ان لك التوفيق. ان شاء الله. يديك العافيه. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا مساعد عبد الكريم مخترع، وبتمنى لك دائما التوفيق من خلال اعمال زي دي تسليم. نعم. الشباب ما شاء الله عليهم بيقدموا الجديد والمفيد. صح. في كل مكان شباب بلادي، ان شاء الله يا رب تلقى التوفيق وتلقى الدعم اللازم لك في كل مجالاتك المختلفه. شكرا. نعم. في ذات الصياغه اللي انت قلته للشباب وامكانياتهم وحتى كل التفاصيل الجميله اللي هم بيضيفوها لنا في مجتمعنا، احنا معانا دفتر احوال عن واحده من المجموعات الشبابيه اللي همها وطنها، خلونا نتابع مع بعض مجموعه انسان الخير. مشاهد.